ظهر لي كف ايدك، وكل اللي بيسمعني يعمل كف ايده نفس الشيء، وشوف ايه اللي هيحصل معاك وتبني على التكست. طيب بص على كف ايدك الان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، ولقد اتوا مسلمين. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى. ولا يفلح. ازي حضرتك يا شيخ؟ بارك الله في حضرتك. بارك الله فيك، تفضل. والله انا كان عندي مشكله بقالي كام سنه، ان في مشاكل في الشغل عندي زياده والكلام من ده. ففي حد شافني وقال ان في حاجه معموله لي بوقف الحال. قال لك ان في حاجه معموله لك بوقف الحال، تمام. ايوه وانت كم عمرك اساسا؟ 42 سنه. 42 سنه. طيب أيوة. وايه الاعراض اللي بتشتكي منها عموما؟ هو دايما انا عندي المعدة والقولون وتعب في الجسم على طول وخنقة دايما، حتى بقوم الصبح من النوم مع اني الحمد لله مواظب على الصلاة، بقوم دايما طيب الصبح من النوم مخنوق جدا، مش عايز اروح الشغل، مش عايز طيب اشتغل، في حاجات بتقف قدامي كتير مع اني الحمد لله خبرة في شغلتي يعني. انت صليت العشاء النهارده؟ اه الحمد لله في وقتها. طيب حلو قوي، يعني ومحافظ على الصلوات المفروضه. الحمد لله الحمد لله. طيب وانت الالم اللي واذكار على قد ما بقدر يعني. جميل جدا. طيب والالم اللي موجوده في جسمك ايه؟ والله دايما ذراعتي ودايما القولون عندي مشاكل جامدة جدا، حتى باخد علاج مجاني. في ألم في بطنك الآن؟ الآن لا الحمد لله مفيش الحق. ما حاليا فيش ما فيش، ألم. طيب هي الحاجات دي بتجيلي فجأة وتروح فجأة. حلو جدا. طيب ماشي. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي بيسمعني كده علي شوية اكتب أفضل لنا بسم الصلاة الله على والسلام. التكست، واللي علي عنده أفضل مشكلة برضه نفس مشكلة الأخ ديت يتابع معانا بإذن الله جل وعلا. بص يا سيدي الكريم، أول حاجة عندك مية جنب منك موجود ميه؟ طيب موجود مية. هات الميه اللي عندك دي كده، وكل اللي بيسمعني برضو حضر ازازه ميه، بس فضلا وليس امرا يا شباب ندوس لايك ونعمل مشاركه، تمام؟ قول بسم الله كده. في المية لا لا، انت قول بسم الله عادي. بسم الله بسم الله. اول حاجه انا عايزك تعرف ان يعني سبحان الله ان كل حاجه في الدنيا ديت ابتلاءات، والنبي صلى الله ونعم عليه بالله وسلم، النبي صلى عليه الله عليه الصلاة وسلم والسلام. عليه الصلاة سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان السحر بتاعه شديد، ومع ذلك شفاه الله عز وجل من عليه السحر. أفضل الصلاة عليه أفضل والمرض الصلاة. اللي منتشر حاليا هي الاسحار والاضرار. فاحنا هنقول ايه؟ عايزك حسبي تشرب الله من ونعم الميه الوكيل. بالضبط، عايزك تشرب من الميه اللي معاك ديت بق كده، قول بسم الله. بسم الله. ميه عاديه صح؟ ايوه طيب بعد ما تشرب منها ان شاء الرحمن هنرجع ليها مرة تانية، بس أنا عايزك تعمل لي كف إيدك كده. وأظهر لي كف إيدك، وكل اللي بيسمعني يعمل كف إيده نفس الشيء، وشوف إيه اللي هيحصل معاك وتبني على التكست. طيب بص على كف إيدك الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ما تتكش على صوابعك، سيبها على راحتها. ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. صبعك الصغير هتبص تلاقيه في حركة لا إرادية وبيتفتح الآن اهوت، سيبه يتفتح، ما ايوه تتكاش عليه، سيبه براحته خالص، تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اترك صبعك ما تتكاش عليه. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى. ولا يفلح الساحر حيث اتى. بامر الله الواحد الاحد، لو كان اللي موجود في الجسد ده سحر يتحرك الصبع للامام. هات الصبع للامام، ما تعملش انت اي حاجه خالص. ولا يا صبعك بيطلع للامام صحيح؟ لا هو ثابت يا مثل اليمين. طيب حلو جدا. اذا كان اللي موجود في الجسد ده عين، يتحرك الصبع حركات لا إرادية. الآن صبعك بيتحرك حركة لا إرادية صحيح؟ هو كف ايدي كله. بس ركز على صبعك الصغير، هتلاقيه بيتحرك حركة لا إرادية الآن. اه هات حاليا إيدك أمامك، هات إيدك أمامك كمان. أنت شايف
الحركة لا إرادية الآن، صحيح؟ ايوه طيب صحيح. بص يا سيدي، حلو أوي. اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت هتبص تلاقي إن في برودة خدتك من راسك لرجليك، تشعر بهواء بارد بيخش عليك الآن؟ لا طيب نزل إيدك، وكل اللي بيسمعني عمل إيديه، قول بسم الله، بسم الله قول بسم الله كمان مرة. بسم الله هتبص تلاقي الآن إن في هواء بارد دخل على جسمك، أصابك بقشعريرة بسيطة. ما حصلتش معاك قشعريرة ولا حصل معاك هواء بارد؟ لا لا طيب قول بسم الله كمان مرة. بسم الله حصل في معدتك الآن حركة لا إرادية وانتفاخ؟ حاليا بادئ بسيط. طيب بص على معدتك الآن هتلاقي إن فيها قرقعة بسيطة، يعني زي صوت المصارين كده لما الإنسان يكون جعان. حصلت قرقعة صح؟ طيب حلو أوي. إذا كل اللي بيسمعني يركز معانا كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. على بص الصلاة. يا سيدي، اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت هتبص تلاقي يعني إن شاء الرحمن إن في تنميل حصل في جسمك، في تنميل دخل عليك، بس إن في تنميل في جسمك الآن. نمل جسمك. بحس انه بيتقل سنة. طيب انت قاعد ولا واقف؟ انا قاعد. طيب حلو قوي، غمض عينك وكل اللي بيسمعني غمض عينيه كده وشوف اللي هيحصل معاه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بطنك الآن انتفخت بشدة، وكذلك بطنكم انتفخت بشدة، اللي بطنه انتفخت يكتب بسم الله. ها بطنك انتفخت ايوه صحيح؟ ايوه ايوه بسم الله الآن بقى. أعوذ بسم بالله الله من الشيطان الرجيم. الآن هتحس إن في ألم في وسط بطنك بالظبط، صحيح؟ لا هي لسه حصل. منتفخه. طيب ركز كده، هتبص تلاقي في ألم. اللي حصل معاه ألم يا شباب يكتب لنا على التكست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجن اللي موجود في الجسم ده يأتي مسلم بأمر الله جل وعلا. اخرج الآن من القدم اليسار، يسحب للقدم اليسار، يسحب للقدم اليسار، ويعالج المعدة، تعالج المعدة بأمر الله جل وعلا، وتشفى بإذنه وكرمه. في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها ديت هتبص تلاقي إن رجلك الشمال نملت بشدة، صحيح؟ لا هو الوجع اللي في المعدة لسه موجود، يعني طيب بص ظهر بعد. ركز معايا الآن، هتبص تلاقي إن الوجع ده بينسحب الآن للقدم اليسار، في حاجة بتنزل من فوق لتحت، صح؟ شوية بس هو لا قول الوجع بسم الله كده بقى. بسم الله. الوجع
هيروح خالص. لكن انا عايزك تركز على ايه؟ رجلك اليسار الان. كل اللي حصل معاه تنميل في رجله اليسار يا شباب اكتب لنا على التكست. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يسحب الشيطان اللي موجود في الجسد الآن، يسحب الشيطان اللي موجود في الجسد الآن، يسحب الشيطان اللي موجود في الجسد الآن، يسحب الشيطان اللي موجود في الجسد الآن. الآن رجلك الشمال حصل فيها تنميل، صحيح؟ أيوه حلو أوي. دلوقتي بقى بإذن الله هتلاقي إن البرودة عمت جسمك كله. في برودة محاوطة جسمك. طيب جميل جدا. بسيط. لا انا عايزك بقى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل اللي بيسمعني صلى على النبي صلى الله عليه اللهم وسلم. صل اللهم وسلم صل على وبارك محمد وال سيدنا محمد محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. شايف الميه اللي موجوده جنبك؟ بص عليها كده، وكل اللي جنبه ميه بص عليها يا شباب، اللي محضر ميه يبص عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله، قل بسم الله واشرب المية بسم الله هتلاقيها عسل بإذن الله جل وعلا. كل اللي بيسمعني يشرب المية، طعمها مسكر صح؟ ايوه قل بسم الله وخلاها في بقك شويه هتلاقيها لزجه، بسم الله وكل اللي بيسمعني برضه يعمل نفس الحركه هيلاقيها لزجه. لزجه صح؟ ايوه طعمها نفس طعم العسل صح؟ ايوه فيها طعم العسل فعلا. قول بسم الله الشافي 3 مرات بسم واشرب لي الله الميه دي الشافي. كلها. اشرب الماء دي كلها، وكل اللي بيسمعني برضه يشرب الماء هيلاقيها عسل معاه، واكتب لنا في التكست كده ويحلف بالله ان هي لقاها عسل. ولا مش محتاج تحلف بالله. ايوه طعمها غير الاول خالص. حلو قوي. الان بص هتلاقي ايه، معدتك فيها راحة غريبة جدا. لا ومش بس كده، قوم امشي هتلاقي ان جسمك خف الريشة. خف جسمك خالص. يعني بسيط. بص في حاجة، في تقل أو ألم في جسمك؟ في في من نفسك؟ وسطي، من ورا وسطي وضلع اليمين. طيب أقول معايا الله أكبر. الله أكبر. قول كمان مرة الله أكبر. الله أكبر. قول الله أكبر. الله أكبر. قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وحده، آمنت بالله وحده. وكفرت بالجبت والطاغوت. وكفرت بالجبت والطاغوت. بص يا سيدي، في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت الأماكن اللي كانت تقيلة عندك فيها نبض الآن. هو في حاجات غريبة يعني، ما عليك من الغريب، بس في نبض الآن كده. الوجع بيشد شوية. طيب أيوه، ما هو ده النبض. طيب مع الشد ده بقى قول حسبي الله ونعم الوكيل 3 مرات، واي حد عنده الم من الان يكتب بقى يقول نفس الشيء ويكرر مع الاخ. قول حسبي الله ونعم حسبي الوكيل الله 3 مرات. ونعمله. كمان حسبي مره، الله ونعمله. كمان مره، حسبي الله ونعمله. كمان مره. حسبي الله ونعمله. في اللحظه دي بقى بص هتلاقي ان في بروده شديده جدا حصلت في نفس الاماكن. في حاجه كده دخلت كان في رطوبه بتخش، هواء بارد بيخش في الاماكن دي. ايوه. حلو جدا. طيب اذا قول لا اله الا الله. لا إله إلا الله. الآن حرك جسمك مش هتلاقي فيه أي حاجة نهائيا بإذن الله جل وعلا. قول بسم الله وأنت قايم.
في جسمك صحيح؟ يعني بادئ اي فوق. لا، الاماكن ما فيهاش الم. مسألة كويس، انا عايز اللي تقول لي الاماكن فيها الم ولا ما فيهاش؟ اه حرك كده مش بيروح، حدد بقى. ايه؟ كده بيروح، كده حرك بيروح فعلا. بيزول. طيب ايوه خليك معايا دقيقة. بص يا سيدي، صلي على النبي. أول على حاجة الفاضي. أنا عايز الصلوات المفروضة تكون في المسجد في وقتها، تمام؟ طيب هو صعب بالنسبة لي ان انا تبقى الصلوات كلها في المسجد، لان مكان عملي بعيد جدا عن المسجد. طيب ماشي، أوكي. صلاة الفجر على الأقل تصليها في المسجد. تمام صلاة الظهر حاول تصليها جماعة مع أي حد. تمام وبعد كل صلاة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، والحوقلة 15 مرة ولا 20 مرة لمدة تمام 4 أيام. عايز أقول تمام لك إن كل الآلام اللي موجودة عندك والمشاكل اللي موجودة عندك هتبص تلاقيها اختفت نهائيا بإذن الله جل وعلا. إن شاء المقطع ده الله. برضه يعني إيه، لو حبيت إنك أنت تسمعه بينزل على اليوتيوب، بتخش تسمعها أيوه برضه المحرمة بتكرر نفس الرقية إن شاء الله. أنا متابع حضرتك على طول. تمام، انا هنزله على اليوتيوب ان شاء الله الرحمن، تبقى ايه تخش تسمعها مرة تانية، ولو في اي حاجة تواصل معايا في اي وقت. إن شاء الله، اهم جزاك الله خير حاجة وألف زي ما شكر قلت لك لحضرتك. الحوقلة والصلوات المفروضة، بس انا عايزك تقوم تمام دلوقتي تتحرك، مش هتلاقي اي حاجة في جسمك خالص. إن شاء قوم الله، اتحرك، قوم 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 جزاك الله اتحرك، خير. جسمك خف خالص صحيح؟ فعلا هو يعني كويس، مرتاح عن الأول كتير. شوف انت كان عندك هنا في هنا بين الاكتاف، اعمل اكتافك كده مش هتلاقي اي طول ولا اي عرق. في تقل شوية. طيب قول بسم الله. بسم الله. هتبص تلاقي ان الطول ده حصل فيه نفس الشد اللي حصلت تحت، صحيح؟ أيوه. الشد دي الان قول الله اكبر، الله أكبر. هتبص تلاقي ان هي بتتلاشى وبتختفي معاك الان. اعمل اكتافك كده تاني مش هتلاقي الطول، راح الطول. تمام. مش تمام؟ راح ولا ما راحش؟ هو راح من كتفه، الكتف اليمين لسه. طب قول الله اكبر. الله أكبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفجرنا فيها من العيون، تحل كل هذه العقد الان. في اللحظه دي هتلاقي ان كتفك اليمين حصل فيه شده فظيعه جدا، صح؟ أيوه. طيب بص الان، هتبص تلاقي ان الشده ديت داخل فيها هواء بارد، صح؟ طيب الآن قول بسم الله، بسم الله. حرك كده الكتف مش هتلاقي فيه حاجة. أيوه. بس تمام. الأذكار أبيك إنك أنت ما تتركهاش خالص، طيب؟ تمام. حفظك الله جل وعلا ورعاك، وإن شاء الرحمن ما راح تشتكي من المعدة مرة تانية نهائيا، جزاك الله كل خير، جزاك ولا الله هتشتكي كل من خير. أي ألم. بس أهم حاجة صلاة الفجر في المسجد، أذكارك بتاعت الصباح، التوكل على الله، وغالب الوقت تكون على وضوء لمدة أسبوعين بس، لحد ما كل إن يعني شاء الله. الأشياء يعني الحاجات اللي فكت والأشياء دي إن شاء الرحمن ما تتكررش عليك مرة ثانية. طيب جزاك الله خير، ألف بارك الله شكر فيك، لحضرتك. سلام. الله يخليك، السلام عليكم.